مستر داني مدير عام الوكالة. أهلا وسهلا. عمر صلاح الدين طه، خي وصل جديد من العراق. مبروك لكامل قرية الفاتحة امبارح. هو في هو الباشا مكشوف عنه الحجاب ولا ايه؟ اوعى تكون ليك في الاعمال والجو ده. حاضر. مش قبل ما احب على ايديك. ده انت بركه يا باشا. ده انت تعرف عني حاجات الراجل اللي جايبني ليك ما يعرفهاش عني وعن عيلتي. انت يا سالم روح شوف شغلك. اتركني مع عمر شويه. طب هشرب حاجه الاول بس واخد نفس كده واقوم على طول. خد الدرينك وين ما بدك وعلى حسابي. بدي احكي انا وياه وحدنا. ماشي الكلام. طب يا عمر اشوفك بقى في الاوتيل. اشوفك على خير. ماشي حبيبي. سلام يا سالم، خد بالك من نفسك. ها؟ شو بتحب تشرب؟ واحد قهوة بقى عشان الكلام يحلو. أنا قال له أنا كابتن سليمان شرح لك عن طبيعة شغلك واتفق معك على الراتب حسب ما فهمت. هو اتفق معي على الراتب اه، إنما طبيعة شغلي دي بقى هو ده الخازوق. وين الخازوق؟ يعني تحسها شغلانة كده ملهاش ملكة، عاملة زي الجيلي مزفلطة بتبوظ. وبعدين على حسب ما فهمت من مستر سليمان ان انتوا عايزين من اول النقطه لتقليع الشباب الى مؤاخذه يعني البلعات اللي من غير غطيان في الشوارع. عادي، مركز الابحاث عنا شغلته يحلل هالامور. همشي دي عادي، بس اللي فهمته برضه من مستر سليمان ان الشغل ده سري. كمان عادي. طب عادي ازاي بقى؟ هو مش المفروض نتائج الابحاث اللي انا هعملها دي يعني هيتعلم نتائجها تبقى سريه ازاي؟ ده أول هام. تاني هام بقى يا باشا، هي الدراسات والأبحاث دي بتتعمل لمين؟ هي اللي بيدفع. شفت؟ شفت الزفلطة يا باشا؟ أبوس إيديك، مشيل شرح زيادة الله يرضى عليك. مركز الأبحاث عنا لما يعمل دراساته وتطلع نتائج هالدراسات، يلي بده هيدي النتائج بده يدفع حقها. هلا أنت مش عم تاخد فلوس، وفلوس كتير لحتى تشتغل معنا. عجبتني فلوس كتير قوي دي. أنا باخد أكتر منها. هدي ما عجبتني. شوف هني كلهم كم سنة بصير عندك خبرتي أنا، بتصير تاخد مثلي أو يمكن أكتر. كم سنة يعني؟ أنت وشطارتك. شوف يا عمر، نحن هون مش بمصر. بمصر تشتغل قليل تغلط قليل تترقى كل 10 سنين مرة. هون تشتغل كتير تاخد كتير تترقى كل سنة مرة. نحنا ناخد بالنا من رجالنا. ومين بقى اللي مشغلنا كلنا وبيقدرنا؟ هيك وصلت لصاحب الوكالة. بدك تعمل وكالة مثله؟ لا يا باشا مش للدرجة دي يعني. ليش مش لهالدرجة؟ غلط يا عمر. عمر طموحك لازم يبقى جواتك ولا مش رح تكبر. في ناس بيقولوا لك سقف طموحي كذا، وهيدا اكبر غلط، لانه الطموح مش لازم يكون له سقف. الله عليك، اهو انت كده رفعت سقف طموحي من قهوه لغدا بمناسبه الكلام الحلو ده. عشا مطرح ما انت بدك. وماله؟ العشا اغلى. طموح بقى؟ لا يا حبيبي، أنا اخترت العشاء لحتى أعطيك فرصة تقعد مع نفسك وتكتب أول تقرير طلبه منك سليمان وتاخد دفعة على حسابك. مادام قلت دفعة أنا حبيتك. أنت دخلت قلب عمر خلاص. بصحتك يا باشا. قهوة؟ يا خسارة. مستر داني انت ليه واقف هيك هون؟ ليه ما عملت اللي قلت لك تعمل؟ محروق دمي بصراحة. في كلمتين في جوفي لو ما طلعوش هتشل. يا حرام. تقدر تقول لي ازاي هشغل عمر؟ ها؟ ازاي اخليه يسمع كلامي بعد ما زحلقتني قدامه بالشكل الزبالة ده؟
شغل عمر؟ اه شغال. هو مش انا الرئيس بتاعه ولا ايه؟ مين قال لك انه انت الرئيس تبعه؟ طبيعي، انا شغال معاكم من زمان وعمر لسه جاي. هي الحسبه كده. الحسبه هيدي بدماغك انت بس. اما نظام الشغل وترتيبه ما خصك فيه لا من قريب ولا من بعيد. انت اللي بنطلبه منك بتعمله وبتاخد عليه فلوس بس. طب اديك قلت اهو باخد عليه فلوس. بالمناسبه دي بقى انا لحد دلوقتي ما خدتش حقي في عمر. لا ما اعطاك سليمان فلوس؟ اداني فلوس، بس الفلوس دي بتاعت معلومه كاميرات المراقبه اللي كانت في مكتب سكرتير المحافظ. لكن اجري عن عمر نفسه بقى فين؟ اذا قلت لك فين ما تزعل؟ لا ازعل، وممكن وانا زعلان بقى اطفش عمر زي ما جبته. شو؟ يا عم في ايه؟ تقفشت ليه؟ انا بهرج. ولو كنت بتهرج بتفكيرك بس بقيت لك. لا والله يا عالمي، داخلين على موال جديد كده هبقول لك عليه لما اشوفك. ادخل. هكلمك بعد الشغل ان شاء الله. طيب يا حبيبي، مع الف سلامه. مع السلامه. طمني. عمر وسالم راحوا قابلوا داني في مطعم. خمس دقايق وسالم ساب عمر وخرج. وبعدين؟ نص ساعة وعمر وداني خرجوا. سالم كان مستني داني عند عربيته. وعمر؟ راح على الاوتيل. هو حضرتك يا فندم مش هتسافر تطمنه وتعرف منه ايه اللي حصل في المقابله ووصلوا مع بعض لايه؟ تقرير قال لي طلبنا وصل؟ لسه بنكمل تحاجياتنا يا فندم، هستعجله. هو سيادتك قلقان من حاجه معينه يا فندم؟ ظهور لبنى في نفس توقيت مراقبتهم لعمر وسرعه قرايه الفاتحه مش مريحني. تبقى مصيبه يا فندم لو لبنى طلعت مزقوقه على كامل. ده معناه ان حد من الموساد في بيت عمر. سياده المحافظ مشغول لمده شهر. تقدر حضرتك تبلغني اي حاجه وانا ابلغها له. ماشي يا فندم. اوكي، مع السلامه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. لو سمحت انا عندي مشكله بس كنت محتاجه تدخل سياده المحافظ الشخصيه. خير يا فندم، تحت امرك. مامتي عندها بيت ورثاه عن جدي الله يرحمه في شارع السد في السيده زينب. بس كنت محتاجه ترخيص بالهد. للأسف المسألة دي بالذات تخصص الحي مش احنا. ما هو أنا جاية هنا عشان الحي رافض يديني رخصة العد. أكيد عندهم وجهة نظر مختلفة. بيقولوا إن أي بيت مر عليه أكتر من 100 سنة يبقى محتاج موقعة هيئة الآثار تبع وزارة الصحة. الصحة؟ وزارة الثقافة. اه صح مظبوط. بس يا فندم دي مشكلة لأن